مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. ان شاء الله انكم تكونوا عم بتقضوا يوم حلو، وان شاء الله انه هيك يومكم بيكون خير، ويعني بتعملوا كل الاشياء اللي انتم بتحبوها فيه وبتنجزوا هيك قد ما بتقدروا بهذا اليوم. اليوم احنا حلقتنا انا شايفت لكم كله عدس بعدس، خلينا نشوف ايش الوضع اليوم مع ندى. كيفك يا ندوش؟ اهلين دانا. اليوم هيك رايقه وهادية؟ لا مو رايقه، لا مو رايقة. عادة اكشن. تعبانة. حبيبتي يعطيك العافية. عافيكي. شو بدك تحضري لنا اليوم؟ مشتقات العدس اليوم، قلت خلص تعرفي الواحد لما بيكون موجع باله يطبخ على هالشعرات، ليتهم ما يبلوا. لما بيكون الواحد مش جعباله يطبخ اي شيء، مجدره، سلطه عدس، شوربه عدس، شو كل، لا شوربه العدس بالصيف صعبه، بس انه لا بس قصدي لما الواحد بس انه اي شيء بتلاقيه بتحطيه. فاليوم عامله مجدره وعامله سلطه عدس وسلطه فلاحيه مع المجدره ولبن. يا عيني. يعني لازم تضلكم متابعينا منه لنهايه حلقتنا لحتى تشوفوا هالوصفات كيف رح نحضر لكم اياها خطوه بخطوه. وزي ما حكيت لكم ندى، الواحد لما ما يكون عارف شو بده يطبخ بيعمل هاي الوصفات السريعه، ودلاله على هذا انه احنا ما عندنا ولا اي شيء جاهز بحلقتنا. من هون لنهايه الحلقه كل وصفاتنا رح تجهز ورح نقدمها على سفرتنا ونستعرض لكم اياها بنهايه حلقتنا. اكيد اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياهم على صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال. واذا في ببالكم اي وصفات حابين نحضر لكم اياها الحلقات الجاي كمان ابعثوا لنا اياها. يلا هلا اول وصفه شو بدك تبلشي فيها اليوم؟ رح ابلش بالمجدره. اوكي، عشان تنطبخ معنا عشان نقدر ناكلها اخر الحلقه. يلا خلينا اذا هيك ناخذ المقادير ونرجع لنطبقها وندردش احنا وياكم. للمجدر احنا نحتاج عدس مسلوق اسود، رز تايجر البسمتي، بصل احمر، زيت زيتون، كمون، ملح وفلفل، بهارات دجاج، مي مغليه، وبصل مقلي مقرمش. شفنا المكونات والمقادير. في كثير ناس كمان ندى بيعملوها مجدره برغل مش مجدره رز. كثير في ناس بيطبخوها، بس انا ما بعرف لسه اطبخ بالبرغل. بس انا اكتشفت انه في برغل حبه كثير خشنه، ما عمري استعملتها. اوكي، فهي ممكن تزبط معك اكثر يمكن مع اسمها مدردره او ما بقى في شيء اسمه، يعني مجدرتنا غير عن تبعت لبنان، غير تبعت سوريا. ف اوكي، لازم نجربها. بتعرفي انا مع رز مجدره برغل اليوم. مع الرز؟ مع الرز. اوكي تمام. يلا ايش اول شيء لازم نبلش فيه؟ انا نقعت سلقت، احنا انا ما في رز. احنا غسلنا رز، بدنا تجيبوا لنا الرز. يعني احنا دائما مجرد ما كان معنا رز تايجر فامورنا بالسليم، فما تحكي لي هم. خلص رز موجود، تايجر دائما موجود يعني، وكمان بيربحكم جوائز كثيره. كل اللي عليكم تعملوه انكم تروحوا تشتروا من اقرب سوبر ماركت، بقاله، مؤسسه، ايش مكان بتلاقوا عندهم موجود رز تايجر. احنا اليوم مستخدمين البسمتي، رح تلاقوا موجود كوبون جوا الكيس، بتطلعوا هذا الكوبون وبتكتبوا الرقم على صفحتهم على الفيسبوك لحتى يدخل اسمكم معاهم على السحب، وان شاء الله انه الكل اللي بيطلع ربحان. قديش بدك رز طيب؟ كاستين عشان تكفينا، شو رايكم؟ يلا كاستين رز مع كميه البرغل. منيح اني نسيت بس الرز، يعني كل شيء ثاني اللي هو الاساسي اليوم. لا لا بسيطه، زي ما قلت لك اذا بس على موضوع الرز انت بامان. بسيطه. يلا احكي لنا بعد ما نغسل الرز ونخليه منقوع شوي. العدس بسلقه قبل بوقت، بحط معه كمون وبخليه. بعدين هلا بدي احط بصل، هلا بدي اطوي الغاز. اليوم كل شيء ولا الشعرات، هو بس الشعرات يا دانا اليوم، هو الشعرات ولا النومه ولا. طيب انت انسانه صباحيه ولا مسائيه؟ انا كثير صباحيه، بس اذا ما بنام خلص بصير الصباح ليل والليل كله مع بعضه بصير. بتعرفي انا بحس انه اهم نومه هي نومه بالليل، لو شو ما عوضتيها خلال النهار، لو شو ما نمتي خلص نومه الليل اهم شيء. فانا حابه اليوم كمان اسال كل اللي عم بيتابعونا، هل انتم من الاشخاص الصباحيه ولا الاشخاص المسائيه؟ بتحبوا تنجزوا بالصباح؟ بتحبوا تصحوا بكير؟ ما بتحبوا تصحوا بكير؟ لما بتصحوا الصبح بتتقبلوا حدا يصبح عليكم ولا ما بتحكوا مع حدا؟ لا انا كثير بحكي الصبح، يعني صباحيه على الاخر. بس في كثير ناس ابدا مش هيك. وبحب اقوم واطلع من البيت واشرب قهوه وامشي و... حلو. بس يعني اذا تعبان كثير صباحيه كثير بقرقر كثير. اوه
يلا بس خلص. اليوم ما في حلقتنا اذا هيك الصبح احنا هذا وانت تعبانه هيك يلا ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك انتم من اي نوع من الاشخاص، صباحيين ولا مسائيين؟ طيب طبعا زيت الزيتون ملك الحلقات دائما، تعودنا خلص تعودنا فبدنا نقلي اول شيء البصل بزيت الزيتون. اوكي حطيت شوي بصل هيو ما راح احط كثير. اوكي واليوم عامله البصل المقرمش كمان على طريقه جديده، فبدي اشوف كيف بده يطلع معنا باخر الحلقه. هو صراحه هذا الموضوع المجدره دائما بتكون التريك بالبصل المقرمش اللي بنحطه عن جد. يعني في كثير ناس بقول لك انه بنحطه طحين، في ناس بقول لك بنحطه عليه ملح عشان ينزل ميته وبعدين نقليه، في ناس بقول لك نقليه مرتين. اليوم بدكم تضلكم معنا من هون ليجي وقت البصل عشان نشوف كيف بده يطلع معنا مقرمش بطريقه قلتي مختلفه شوي اليوم. مختلفه اوكي فخليكم متابعينا من هون لوقتها عشان نشوف كيف البصل بده يطلع معنا. واكيد اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك لحتى نشوف ونجاوبكم عليها كلياتها، ونشوف ايش بدكم وصفات كمان حابين نحضر لكم اياها بالحلقات الجاي. اوكي شو هلا بدك تعملي بالضبط؟ هلا عم بقلي البصل، بدي احط شويه كمون عشان تنسيش انه العدس بنفخ كثير. اها فالكمون بخفف. اوكي بخفف من النفخه. بخفف من النفخه. اوكي في عنا صفاء عم بتقول مسا الخير منوريني سلم ايديكي، انا كثير بحب المجدره. وفي عنا كمان زاكي، وفي عنا فايز عم بيقول يعطيكم الف عافيه جميعا، صحتين وعافيه يا رب على قلوبكم جميعا. وفي عنا كمان ايمان المحتسب عم بتقول مجدره الرز وبس. مزبوط انا معاها بهذا الموضوع. وفي عنا كمان ام عصام الرواشده عم بتقول صباحكم انوار ويعطيكم الف عافيه، الوصفه كثير حلوه بس في كمان مجدره بالبرغل، زاكيه كثير، انا من الاشخاص الصباحيه بحب اصحى بكير واشرب القهوه مع زوجي. حلو حلو. ما هو كمان اذا انت صباحيه ممكن عادي الجوز ما يكون صباحي صباح. والاولاد ما يكونوا صباحيين. انت كيف الوضع عندك بالبيت؟ لا احنا صباحي؟ لا مش ولا صباحي لا لا انا الوحيده الصباحيه. الباقي هيك كله هيك بتحبي تطلعي تهربي. ما حدش صباحي عندي. يلا هلا بدنا نسمع من كل اللي عم بيتابعونا اذا هم صباحيين ولا مش صباحيين، بيتقبلوا ينحكوا معاهم الصبح ولا ما بيتقبلوا. انا بحس انه انا من الاشخاص اللي ما بقدر احكي اني صباحيه ولا بقدر احكي اني انا مش صباحيه، انا مجرد ما شربت القهوه تبعتي خلص بعتبر صباحيه. بس دانا بتستغربي لانه اظن المدخن ما بقدر يكون صباحي. اظن ما بعرف هيك شو معقول؟ ما بعرف يقولوا لنا المدخنين يلا. لانه بحس اول شيء بدهم يعملوه انهم بدخنوا يشربوا انهم يكونوا يعني ما بقدر يحكي مع حدا. بس يعني اذا بس يدخن سيجاره خلص يصير قابل للنقاش، يعني امور سهله يعني. ما هو يعني كمان 10 دقائق. يعني انت بس عبين ما مش عارفه في واحد يمخمخ يمخمخ هي هاي بكونوا هي يعني اليوم كلمه جديده غير المنهنة المخمخ. لا في وحده حكيناها المره الماضيه نسيت شو هي. غير النهنة في شيء ثاني مش عارفه بلا حكيناها. طب هاي بشتكات تبع اللي حكيتيها. حبشتكنات حبشتكنات. اليوم في كثير حبشتكنات كمان بالحلقه يعني. هلا حطيت العدس المسلوق اللي انا سالقته قبل صفيته، هلا بخليه بس ياخذ كل الطعم اللي لازم ياخذها. رح اعملهم كلهم اليوم عشان تطلع هيك المجدره على الاصول على الاصول. بس ما تنسي انه في لسه وصفات ثانيه بالعدس، مش تغلسي كل العدس. لا خلص هذا كل شيء مقسم لحاله. ممتاز عامله كل شيء. بعدين ريحه الكمون مفحفحه. صح؟ عشان يعني الناس اللي بتتضايق من العدس هلا بدنا نعمل معها بعدين سلطه فلاحيه. انا قلت بنبدا فيها عشان تستوي على ريحتها، عشان تستوي زي هذيك المره لما عملنا. اوكي وبتحبيها تكون شوي مخبصه ولا بدك تحبيها تكون مفلفله؟ لا ما بحبها مخبصه. أوكي. انا ما بعرف اكل شيء مخبص. هلا ما بعرف كيف بدها تطلع معي اليوم. انا بطبخها بالبيت ما بتطلع مخبصه، بس ما بعرف كيف على التلفزيون رح تطلع ان شاء الله. لا يلا بتطلع. اليوم هيك عاملين لكم بعدين كميه كبيره يعني عشان الكل ياكل ويستمتع بالمجدره تبعتنا. بالضبط. اوكي في عندنا كمان صباحا بتقول مسا الخير منورين يسلم ايديكي ندى، كثير زاكي المجدره. وفي عندنا كمان محمد بيقول بحب اصحى الظهر وانا مش انسان صباحي. هاي بلشوا يطلعوا الاشخاص المسائيه.
اوكي. وفي عندنا كمان فراس عم بحكي صباح الورد، يعطيكم الف عافيه. يلا بدنا اياكم كمان تحكوا لنا ايش بدكم وصفات نعمل لكم اياها بالحلقات الجاي، كمان اعطونا افكار عشان ناخذها هيك كلياتها ونسجلها عنا ونحضر لكم اياها ونطبق لكم اياها بالحلقات الجاي. دانا ما بتتذكري قالوا لنا بدهم شيء بارد، فقررنا خلص الحلقه الجاي بدنا نعمل كل مشتقات كانك عامله حفله شاي بعد الظهر هيك، فواكه وفروت سالاد و فروت سالاد، عصائر، قلنا عصائر، قهوه بارده، يعني قشطه مع عسل هيك تاكليها وتحطي عليها فستق، يا عيني كيكه بارده، هيك اشياء. يلا يعني الحلقه الجاي هيك قررنا، الحلقه الجاي هيك قررت انه كانه عازمه ناس على بعد الظهر، على بعض هيك على قعده مسويه. ايوه. ويعني بما انه جبنا سيره العصير اكيد بدي ارجع اذكركم بعصير المراعي اللي بيجي باكثر من نكهه. عندنا هون نكهه التوت، وفي عندنا هون نكهه الفواكه المشكله، وفي عندنا هون التفاح. بس انا من عشاق الليمون مع النعنع، بحس الليمون والنعنع بالصيف منعش وطعمته غير صراحه. فاليوم بما انه جبنا موضوع العصائر واحنا رح نعمل لكم كمان عصائر الحلقه الجاي، ورح ندخل اكيد فيها المراعي، بس بدي اياكم تروحوا على سوبر ماركت الهايبر ماركت اللي جنبكم وتجربوا العصائر من عندهم. كمان انا بحب تعرف ايش اعمل، العصير البردقان من عندهم اضيفه على الفروت سالاد. انا هلا عم بشربه بالبيت. بنحط مي سودا، اوكي، وبنحط ليمون، وبنحط البردقان تبع المراعي مع ثلج، وبنشربه هيك كثير زاكي بيطلع، كثير كثير طيب هيك. بس هلا قلت لهم يجيبوا لنا ثلج عشان نشرب هيك نروي نبرد شوي. اليوم مع الشوب ما بدها قهوه الشف، بدها عصير اليوم، بدها عصير شيء يروي. هو مع كل الوضع احنا حطينا لها اياهم هيك كمان على السفره كمان عشان نغريها بزياده عشان تشتهي العصير اكثر. طيب شو صار عندنا هون بالطنجره عشان كل هلا انا عم بحط ملح، فلفل، كمون، كزبره ناعمه، وبهارات دجاج فريش، اوكي، وبقلب بقلب. هلا احنا الرز بنكون نقعناه وهلا بزيدوا عليهم. هيو الرز جنبك دانا، يلا اجيب لك الرزات عشان تحطيهم ونحط المي عليها ونخليها. ممتاز. يعني انت بس حطيتيه بس لحتى هيك تتفتح شوي حبات العدس. انا سالقته، عرفتي؟ تمام. بس هلا بس عشان ازيد الرز عليه. هلا بتشوفي بس بدي اخليه يتقلب. اوكي، خلينا نقرأ شوي من التعليقات اللي عم توصلنا. إذا هيك عم بيحكوا لك شف يا ريت تعملي لنا قهوة باردة، لأنه بهاي الأجواء الواحد مو قادر يشرب القهوة السخنة. لا احنا أنا ما بشربها بالصيف القهوة السخنة على فكرة. اوكي. بس بزيد عليها ثلج. حلو. لا بس في كثير يعني وين ما بتروحي يعني على المحلات صاروا يطلعوا بأفكار جديدة للقهوة، إشي بيضيفوا عليه حليب مكثف محلى، إشي بيحطوا عليه بوظة، إشي بتكون مش كتير بتصفي كأنك عم تاكلي حلو. عرفتي إنه القهوة قهوة بتزيدي عليها كم من شغلة، بس بلا مهم القهوة الباردة. خلص يعني يستنونا بحلقة يوم الأحد قهوة ضروري، قهوة بعصير، قهوة بعصائر. ممتاز. طيب بدنا نطلع لفاصل، خلال الفاصل رح تعملي ايش؟ ولا اشي، انا بس حزيد الرز اقلبه وبعدين بزيد المي بعد ما نرجع وبنخليها هي على نار وبنعمل الاشياء الثانية. يلا ممتاز، اذا خليكم معنا بعد الفاصل لنكمل معاكم خطوة بخطوة. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا لليوم. لكل محبين العدس لازم تتابعونا، لانه اليوم كل وصفاتنا بالعدس، وخصوصا الاشخاص النباتيين واللي ما بياكلوا لحمه ودجاج، فكيف ممكن انهم يعوضوا البروتينات؟ ممكن انكم تعوضوها بالعدس. اكيد رح نحكي عن فوائد العدس كمان خلال حلقتنا. ما في ملح. هلا بدنا نرجع ونشوف شو صار عندنا بالمجدره، شو الوضع؟ ممتازه ممتازه، الامور تمام. طلع بدها شويه ملح. الجادجمنت تبع ليمون بدها ملح، كمون مش حاسه كثير بالطعمه. كل واحد والنكهة اللي بيحبها، فقررنا انه احنا نزيد شوية ملح عليها. بس هلا بدنا نرجع نعيد لكم سريعا شو حطينا بالطنجرة عشان قبل ما نسكرها وننتقل للوصفة اللي بعدها. كيف عملنا؟ قلينا البصل بزيت الزيتون، حطينا عليه شوية كمون، ملح، كزبرة ناعمة، بهارات دجاج، بعدين حطينا العدس اللي احنا سالقينه قبل بالبيت. اوكي. وحطينا كاستين رز. وزدنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وزيت زيتون طبعا وبهارات دجاج. ممتاز. وهلا حطينا مي مغلية واخذت شوي من مية العدس اللي انا غالية فيها من قبل. وهلا بنخليها تتنهنه على هالغاز. ممتاز. لا يصير وقت اخر الحلقة عشان ايش؟ ناكلها. ناكلها. انت بتقدري تاكلي؟ أوكي. هاي انا بقدر اكل هاي. يعني انا مش كثير من عشاق المجدرة بشكل عام. لا دانا ما بعرف ليش الصراحة مش كثير بحبها،
بس لا لا اكيد رح ادوق يعني انا ما انا بلاقيها كثير طيبه. طيب احنا هيك يعني اول وصفه رجعت عادت مصرة تحط كمان ملح. خلص ما هو كل شيء على النظر، هلا بنشوف بعدين بالفاصل الثاني ببين شو الوضع. طيب ممتاز، اذا احنا هلا رح نخلي المجدره تستوي على راحتها، تتنهنه براحتها لحتى تستوي معنا ونعرض لكم اياها بنهايه حلقتنا، اما هلا فبدنا ننتقل للوصفه اللي بعدها، بس قبل ما ننتقل للوصفه الثانيه بدي ارجع اذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال، بدنا اياكم تحكوا لنا ايش بتحبوا انتم من الاشخاص الصباحيين ولا المسائيين، وكمان ايش بتحبوا اذا اجاكم هيك ضيوف بعد الظهر، شو بتحبوا تقدموا لهم، لانه احنا يوم الاحد حلقتنا رح تكون هيك قعده مسويه وشو بدنا نقدم لضيوفنا لما بيجوا عنا بهاي الاجواء، ابعثوا لنا لحتى ناخذ كمان افكار منكم. شو بدنا ننتقل هلا ندوش اي وصفه؟ بنعمل اظن بنعمل سلطه الفلاحيه، بنعملها انا ما بعرف حتى هي سهله كثير. اوكي في لها مقادير؟ ما حطيناش مقادير. ما حطينا مقادير، يعني الامور سهله وبسيطه، رح تشوفوا المقادير واحنا بنعملكم اياها بالضبط، وكمان بما انكم هلا كمان شفتوا الجزيره طلع الاعلان تبعهم فبدي ارجع اذكركم بمنتجات الجزيره سواء كان مسحوق الغسيل، مطر الغسيل او حتى كمان سائل الجلي عندهم، كل المنتجات اللي عندهم ريحتهم بتجنن، فاستخدموهم وانتم مطمنين وانتم مرتاحين، الريحه تبعتهم بتفحفح وما رح ينشف عندكم الايدين، رح يرغي معكم بسرعه وبتلاقوهم موجودين بالسوبر ماركت وبالهايبر ماركت. طيب قولي لي هلا السلطه الفلاحيه ايش رح نحتاج فيها؟ هي البصل والبندوره والسماء، هي هاي البصل انا بلاقيها اهم شيء، هي البصل بندوره بدي احط اليوم فيها فلفل حر. ايوه علي معنا، وبعدين زيت زيتون وليمون وفلفل وفلفل بسيطه. والله يا علي بدي احكي لك شو صار الحلقه الماضيه، كان ليث معنا طول الوقت وهي تحكي لي ليث انت بتاكل حار ولا ما بتاكل حار؟ لان انا مو حاطه حار لانه علي ما بحب الحار. لا هلا بعمل الفلفل اليوم على جنب. ايوه اللي بده بزيد واللي بده بزيد، مع انه هو لازم ينخلط وياخذ طعمه بعض. لا لا عشان نرضي الكل. طيب يلا ايش نبلش اول شيء؟ رح ابلش تقطيع البصل، انا ما بحضر ولا شيء، بحضره كله على التلفزيون معاكم. بالضبط نرجع بنقول عشان احنا بحس حالنا قاعدين بالبيت وما في يعني هيك فيش لا ستريس التلفزيون ولا ستريس التصوير ولا شيء، زي كانك انت بالبيت وعم بتحضري لنا. هو دائما هيك اني بالبيت. طيب قولي لي ايش بدك؟ بدنا نظبط الشعرات كل شيء ولا الشعرات؟ لانه البيبي هير اليوم ماخذ مجده. واليوم انت مستخدم البصل الاخضر بدل السلطه الفلاحيه. اوكي عامله سلطه مجدره بعدين نرجع نستعمل اوكي البصل العادي. شوفي شو صار معنا بالاسئله اليوم تبعت ال يلا نرجع نقرا من التعليقات اللي عم توصلنا. صباحي ولا مش صباحي؟ يلا صباحي ولا مسائي وايش بقدموا بعد الظهر هيك لما يجيكم ناس او ضيوف الفجاه بيجيكم بعد الظهر ايش ممكن تحضروا لهم شيء سريع؟ اوكي في عندنا فايز بحكي انا بحب ببعض الاحيان اصحى بدري وانه كل ما كان الواحد بصحى ابكر كل ما بيكون انشط. صح 100% مليون بالمية. اوكي في عنا ميسر عم بتقول لو سمحتي اعملي لنا وصفة طباخ روحه وبتنجان وكوسة. طباخ روحه يعني اللي محشية لحمة؟ شو طباخ يمكن روحة؟ هي محشي قصدها انه بتنجان وكوسة. ابعتي لنا يا ميسر ايش ايش قصدك بطباخ طباخ روحه؟ اظن لما الكوسة بتقليها وبتحشيها لحمة؟ لحمة وبعدين بتحطيها بلبن اظن ومع جنبها بتعملي رز. اوكي يعني زي المخشي. ايوه هي هاي اظن. اوكي يلا اكدي لنا بالضبط ايش ايش هي الوصفة اللي بدك اياها اللي هي الطباخ روحه. وفي عندنا كمان ام احمد عم تحكي يعطيكي العافيه شيف انا بعمل لهم كيكه سريعه ما بتاخذ وقت الا 45 دقيقه وبتكون جاهزه معنا واكثر كيكه بحبها هي كيكه القرفه مع المكسرات. زاكيه كيكه القرفه هي بس تحسي انه القرفه شتويه يعني انا هيك يعني هي بيقولوا لك كمان انت اكيد كنيوتريشنست انها كثير مهمه ل للشوجر كريفنجز الشهوانة تبعت السكر لشهوانة السكر وللأشخاص كمان اللي بيعانوا من السكري وعندهم ارتفاع بالسكر القرفة كتير بتنظم مستويات السكر عندكم. أما بالنسبة للأشخاص اللي كتير بتشتهي الحلويات فبرضه رح تخفف عندكم من الشهية على الحلويات. أنا دائما بقول إنه أي حدا كتير بيشتهي الحلو لما بيجي على بالكم الحلو اغلوا قرفة واشربوها رح يروح عندكم هذا الشعور. ما بعرف والله دانا كنت أخذهم حبوب أنا هلا شوفي بس ما ظبطوا معي بس مش زي الشرب الحبوب لما بتكوني انت يعني حتى لما بتشربيها بتحسيها سويت انه مش عارفه
لا هلا هي لما بدك تروحي تشتري القرفه كمان هاي نحكي لهم ملاحظه مهمه، لما بتروحوا بتشتروا عيدان القرفه اهم شيء انكم تشموها، اذا كانت ريحتها قوية حلوه بتكون طعمتها سويت او طعمتها حلوه، اما اذا ما كان لها ريحه بتكون لا بس منظر على الفاضي، في اشياء منها بتغمق اللون، في اشياء منها بتقلب طعمتها على مرار او بتكون طعمتها كثير قويه، ودائما في ناس بيقولوا لي طب اريح حالي واجيب التي باجز او اللي بيكونوا يعني الاكياس بنحطهم بالمي وخلص، لا بيفرق من لما يكون فريش او لما يكون بالتي باجز، بس حتى لو بالتي باجز يعني بيعطي الافكت بس بيعطي الافكت بس ما بتحسي ما بتكون طعمتها كثير قويه وما بتكون طعمتها سويت. انا لا ما احب يعني ما بعرف بتحبيها كثير يعني كنت اخذها بيلز عشان بقول لك الشهونه بس ما استفدت، ما استفدتي فوق اكل السكر كانه ما اخذت شيء، ما اخذتي شيء والله حاولت كل شيء. بس زي ما قلت لك هلا هيك على بدايه الشتويه بتبلشي تشربيها شرب لانه هلا هي يعني هيك بتحسيها انها هي حاميه، فالواحد ما بيقدر هي حاميه صح بالشوب، فهي بتعطي شعور بالدفى، فخليها اول الشتاء نشربها شرب وتخفف عنا الشهونه. للاشخاص اللي بيعانوا من السكري ممكن انه نضيفها على الاطباق تبعتنا عشان ما نحسها انها قويه او انه نشوب لما بنشربها. أنا بسمع إنه كمان للحوامل مو كتير منيحة. لا طبعاً. حامية كتير. حامية للحوامل. طيب إحنا قبل ما نطلع فاصل إيش رح نعمل خلال الفاصل؟ خلاص بنكون خلصنا البصل ومنقص البندورة، منطمن على المجدرة. وبنرجع عشان هيك يعني. نضلنا معكم خطوة بخطوة وما يروح عليكم ولا أي إشي، فخليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا، اكيد بنرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، بدنا نذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. اليوم كل وصفاتنا بالعدس، فلكل محبين العدس لازم تتابعونا، واذا بتعرفوا اي حدا كمان بحب العدس ووصفات العدس اعملوا له منشن عشان يرجع يحضر الحلقه ويشوف وصفاتنا خطوة بخطوة. عملنا أول وصفة لمجدرة بلشت تتنهنه معانا الكل داقها بالفاصل وبلشت الآراء هيك تتفاوت، واللي بيقول لك بدها ملح اللي بيقول لك ما بدها ملح اللي بيقول لك بدها كمون ما بدها كمون زيادة مش زيادة. المهم عملتها ندى على طريقتها ما ردت على حدا وهلا بدنا نعرف. لا مع انه انا بحب لا مع انه انا بحب ارد عليهم عشان هم اللي بدهم ياكلوا معانا. لا بس ما تخافي عليهم بياكلوا كل شيء الاخضر واليابس كله بروح. طيب هلا بدنا نرجع للوصفه اللي بعديها اللي هي السلطه الفلاحيه، اليوم قررنا نعمل لكم اياها بالبصل الاخضر، انا عادة بعرفها هي بالبصل العادي. اكيد بالبصل العادي بس انا كثير بحب البصل الاخضر، بس انا حدوق الفلفل أخضر. عشان نشوف اذا علي بيقدر ياكله ولا لا. يا ما الجراءة شو؟ يا ويلي يا ويلي يا هاتي لك من هالخبز خذي عصير خذي عصير هاتي لك من الخبز ليز. هلا بنعطيكي من خبز ليز. راح احط لكم اياه على جنب لانه حار. لا هي اشربي عصير. لو يجيبوا لنا ثلجات هيك هلا بنزيد لك اياهم ثلجات عشان تنعني شو بس هلا هيك بس اللي ريقك بعد الحرحره. طيب وبما انه والله طيب كثير. لا وبما انه كمان حكينا على عن الخبز واكيد بنرجع نذكركم بخبز ليز، الخبز الصحي سعرات الحراريه اللي فيه قليله، فاذا كنتوا عم تتبعوا اي نوع حميه غذائيه بيضمن انكم انتم تدخلوا فيها خبز ليز، بالاضافه لانه هو خالي من السكر، وكمان للاشخاص اللي عم بتتبعوا حميه الكيتو بتقدروا انكم تلاقوا خبز ليز بيكون مكتوب عليه كيتو بيكون لونه زهري، فهذا بيكون للاشخاص اللي عم تتبع حميه الكيتو من دون ما يطلعوا من الكيتو. طيب شو وضع المجدرة؟ دانا تعالي دوقي عبين ما أقص قولي لي شو رأيك؟ لأنه راحت طعمة الكمون وراحت طعمة شو اسمه؟ خلاص؟ هلا أنت قلتي كمان عشان الواحد إنه يخفف شوي نكهة الكمون ضفت زيت زيتون. كل شيء زيت زيتون ملح. زيت الزيتون أي إشي بيكون زيادة أي بس هو عن جد بخفف الحر وبخفف ال أنا ملاقيتها طيبة بس يعني. طيب ما في كمون؟ لا هو فيها كمون بس بدها شوي صغيره لسه طبعا لا لسه بدها اسكر لك اياها بس انا بس بدي تطمني انه لا امورها تمام هلا نزيد مي عليها شوي الفلفل مع بصل بدك ازيدها شويه مي بدك نحط شويه مي اكشلي بتخفف كمون اوكي لا بس ملح عشان ممتاز. يشوفوا قديش دائما بندير بالنا عليهم صح كل ما بطلبوه صح كيف هاي حطيته على جنب على جنب لا على جنب على جنب اكيد ما راح احطه بالسلطه
لا لا ما رح ولا مروة كمان. ريحته مفحفحة فيعني مفحفحة هو صح؟ آه. خلاص ما رح أبين إنه حار حار. بس اليوم جبت لكم البندورة الكرزية للسلطة ما بعرف هيك حبيت شكلها. لا هو يعني صراحة كمان طعمتها زاكية غير عن البندورة العادية بتحسيها. أنا بحبها في ناس كتير. بتتقبل البندورة الكرزية أكثر من البندورة الحبات هيك الكبار. طعمتها غير بالضبط. طيب عندنا ميسر رجعت لنا بموضوع الوصفه اللي كنا اللي كانت عم تحكي لنا عنها. اي وحده قولي لي اللي هي طباخ روحه. اه بتقول لك هاي بتنجان مقطع مكعبات وكوسه مكعبات وبصل ولحمه وبندوره مقشره الطباخ؟ مكعبات والله. اه هاي طباخ روحه. واخر شيء بينحط نعنع ناشف وتوم مهروس بينطبخوا كلهم مع بعض وبنحط على الغاز لحتى تستوي براحتها عشان هيك سموه طباخ روحه لانه كل المكونات بتنحط على الغاز بتطبخ حالها لحالها. ممكن تتاكل مع الرز بشعريه. حلو هاي اول مره حلوة. هاي انا بسميها مسقعه. يعني هي المسقعه بتكون بدون كوسه بس هي حاطين كوسه وبتنجان مقطع مع بندوره لانه البيتنجان وهذا كله لما بتحسيه طباخ روحه ولحمه مفرومه مش مسقعه. لا وبعدين بتقول لك بنحط انه نعنع ناشف وتوم مهروس بينطبخوا كلهم مع بعض. لا لا هاي انا بالنسبه لي مسقعه. مسقعه خلص قررنا انها هاي مسقعه. لا لانه الطباخ روحه انا بعرف انه هو الكوسه المحشيه لحمه مفرومه دانا واللي بتقليها للكوسه اظن. هلا ما بعرف الاسامي كلها كل واحد له اسامي صح. يعني مش اوكي فما فيش عندنا شيء صح وغلط يعني الواحد خلص كل واحد على مسميات زي حبشتكناتك. طيب شو صار هلا بالحبشتكنات؟ طيب اللي عندك لا هلا انا اليوم هيك جعبالي اخذ راحتي واقص معكم وانا بتفرج على على البندوره وهي علي هيك هي بتتقطع مش عبالي استعجل بي ولا إشي. لا لا ما تستعجلي على إشي لسه معانا وقت كثير. المهم انه بنهايه الحلقه سفرتنا تكون كل يوم هذا اهم شيء فهذا يعني نضمن لكم اياه انه موجود فخذي راحتك قد ما بدك عشان نغوص مع بعض بالمجدل. ايوه نغوص مع بعض. اوكي بدنا نرجع كمان نذكركم باسئلتنا لليوم. هل انتم من الاشخاص الصباحيه ولا مش من الاشخاص الصباحيه؟ وكمان سؤال انه اذا اجاكم ضيوف بعد الظهر ايش بتحبوا تقدموا لهم خصوصا بهاي الاجواء هيك مع الشوب؟ ايش بتحبوا انكم تضيفوهم؟ بتحبوا تضيفوها مشروبات؟ بتحبوا تضيفوهم حلويات بارده؟ بتحبوا انه لا عادي سواء كان صيف ولا شتاء يعني ممكن انه نقدم لهم اشياء سخنه؟ فابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. انا كثير حبيت هاي طريقتك على فكره انك انت اي شيء بيخلص دغري بتغطيه بورق القصدير. دانا اول شيء اهم شيء دائما بقولوا لك الرز ومشتقاته لانه بتضل الحراره فيه وما بيعجن عرفتي كيف؟ اوكي فدائما بغطيه سوائل كلياتها بتضمني انها بتكون جاهزه بتضل كل حبه بحبتها. اوكي ممتاز. طبعا اكيد بدنا بما انه استخدمنا ورق القصدير بدنا نرجع نذكركم بباقي عندهم ورق القصدير ورق النايلون عندهم اكياس التفريز عندهم اكياس السندويشات عندهم صحون الديسبوزابل اي شيء ديسبوزابل انتم بدكم اياه بتلاقوه موجود عند باقي واكيد بتلاقوهم بالسوبر ماركت وبالهايبر ماركت. هذيك المره لما فرزنا ميه الجاج حطيناها برضه باكياس باقي وحطيناها بالفريزر صح. اليوم غطينا بورق القصدير الطنجره لحتى نتاكد انه ما يخبص معنا اي شيء كل السوائل انها تتشربها وبنفس الوقت انها تضلها معنا سخنه من هون لنهايه الحلقه لحتى نقلبها قدامكم. طيب السلطه رح ايش رح تحطي عليها؟ طيب بندوره وبصل رح احط برشه ليمون. اوكي برشه الليمون هاي صرت اشوفها على الانستغرام قديش بيستعملوه فكتير بيعطي نكهه طيبه. حلو برشه وسماء مع انه هي السلطه الفلاحيه ما بدها سماء بس انا بحب السماء. لا بحس زاكي بيطلع معها. فكر احط توم اليوم شو رايك دانا؟ لا بلاش تومه بلاش تومه خلص هيك هيك الوصفه ممتازه. انت بدك تاكلي؟ بدي اكل. متاكده؟ يعني فيها بصل على فكره. بعرف انه فيها بصل. ما انا خلص اليوم حطي لك نعنع او علكه. اسمعي بتعرفي الهيل الهيل بيروح اكثر شيء بقيم الريحه والبقدونس. حطيتوا حالكم انه اكلتوا بصل او تومه بدكم هيك تغيروا من النكهه بتقدروا انكم انتوا تاخذوا الهيل البقدونس والنعنع هدول بيساعدوا الاشياء انه والقرنفل لانه القرنفل قوي بس كثير صعب انك قوي هيك بتحسي حالك بس هو يعني اكيد ما رح يكون اقوى من الحركه اللي عملتيها قبل شوي انك دقتي الفلفل. لا على فكره ماشي حاله مع العصير. هاتي ناخذ كمان هيك اشرب اشربي باللي ريقك بس بحاول لك كثير طيب العصير. مره اليوم حطينا لك فواكه مشكله سو جود. المره الجاي بدك تختاري ايش بدك عشان نفتح لك وحده جديده. هلا بعد الفاصل بنجيب ثلج وبنشربها على الاصول. خلص ممتاز.
طيب انا مش كثير رح اطول، خلص شكلي زهقتكم، انا بقص بالبندوره بس هيك عامله زي بيعالج حاله اليوم مع قصه البندوره. قصه البندوره هيك عرفتي. طب انت من الناس اللي بتحسي انه الطبخ بفشلك غلك ولا لا؟ مليون بالمية عادي بنسى حالي بالمطبخ، بضيع وقت، لا بنسى حالي، ما بمسك التليفون، ما خلص بكون كتير مركزة على شو عم بعمل. ممتاز. زي هلا معاكم وانا عم بقص البندورة. ايوه يعني مركزة، مش كتير مهم، كان لازم اقصهم بالبيت بس خلص اليوم. لا عادي احسن لما بنعمل. اسمعي بتقدري انك تكملي اذا بدك الصوص اللي بدك تحطيه، وبنكمل بالبندورة بنضيفها بعد الفاصل. شو رايك بدي اطمن على المجدرة؟ سعيدة انا ادوقي لي اياها كمان مرة حبيبتي. يلا شو رايك؟ منيح انك موجودة عشان ضلي تدوقي، عشان ضلنا ندوق. هاتي ندوق. يلا تعالي قبل ما احط عليها. ايوه قبل 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 الحق حالي قبل. هلا هي مع الفويل طيبه صح؟ ما في طعمة كمون كثير هلا. لا خفت صراحه، خفت شوي. صح؟ لا بصراحه كثير زاكيه. طيب هلا رح اغطيها لانه هاي على الفاصل اللي بعده خلاص بتكون جاهزه. تنقام، نسخن البصل. ممتاز. عشان نشوف طريقه البصل، لان البصل بحس هو اللي رح يعطيها. هلا انا قليته بالبيت لانه هو كثير بده ديب فراي، اوكي، يعني كثير بده زيت، فقليته بالبيت. على هون رح احط الصوص ورح ارجع اقص بندوره بعدين. اوكي ليمون طبعا. نقيمها عشان نقدر نشوفه بالضبط. والكاسه هي بدنا ناخذ لك اياها هون عشان ضروري، بس خليها ما تبعديها. يلا زيت. اوكي خلصنا القنينه وحياه الله كل حلقه قنينه الزيت. ما في هذا، احنا لسه ما خلصنا، لسه في عندنا كمان وصفه. لا جبت اليوم قنينه، امنت حالي. احتياط عشان ايوه ملح فلفل. اوكي ولا شيء، هي كثير بسيطه يعني. سماء يعني سماء بيعطيها هيك حموضه غير الليمون. يعني السماء اطيب شيء السماء بالعالم، زاكيه. انا بحطه على البيض المقلي، بحطه على الفتة تشيز، على كل شيء. لا زاكي صراحه بكل احواله. هاتي نحط كمان زيت وبرشه الليمون اللي قلت لك عنها. هاي غلط، هلا برجع بعدين. خلصت اول وحده هاي، بس خلصت على المجدره ولا كانت مفتوحه من قبل؟ لا كانت كان شوي مستخدم شوي مش كثير. هلا بنحط برشه الليمون وبندوقها للصوص. يا عيني. يلا هلا دورك تدوقي. هلا بدوق. احنا دقنا هلا المجدره. انت لانه ما بدك تدوقي البصل بس يعني ماشي. ما بدي كثير بصل. يلا هلا عليك الدواء. الكل عم بيقول لك يعطيك العافيه على هالوصفات، وصفات بتجنن. انا لما بيجي عندي ناس بعد الظهر بقدم لهم يا بوظه يا سلطه فواكه، لانه مع هاي الاجواء ما بيلبق ولا اي شيء ثاني عن جد. وفي عندنا كمان ام سيف عم بتقول يعطيك العافيه، ابدعتي بالوصفات، بدنا تعملي لنا وصفه اللازانيا، وصفه اللازانيا النباتيه. هاي بنعملها لازم على فكره. نعمل الفيجيتيريان شي يوم. اوكي. كله يكون نباتي للناس اللي ما بيحبوا، بنعمل كاري نباتي، بنعمل هيك اليوم احنا كمان وصفاتنا يعني هو وبعدين كمان زي ما حكينا ببدايه الحلقه انه العدس غني بالبروتين وبالفيتامينات والمعادن، فلكل الاشخاص النباتيين اذا انتم دخلتوا العدس بوجباتكم هيك انتم بتكونوا عوضتوا البروتينات بدل البروتينات الحيوانيه. وكمان شغله كثير مهمه للعدس، لكل الاشخاص اللي بتعاني من ارتفاع بالكوليسترول، العدس راح يقلل عندكم كمان من مستويات الكوليسترول. فدخلوا العدس سواء كان بالمجدره، سواء كان بالسلطه زي ما احنا رح نعمل لكم اياها اليوم، او كان طبعا اكيد بشوربه العدس اللي احنا متعودين عليها، كمان رح تستفيدوا من كل الفوائد اللي فيه. شو الوضع بعد ما دقتي؟ بدي ازيد زيت زيتون طبعا اكيد. طب استني هلا بنضيفه بعد لما بنضيف باقي البندوره. استني شو رايك؟ بس بدي افتح القنينه اللي بعد. القنينه طبعا احنا عندنا سلطه انت بالبيت كم من تنكه بتستخدمي بالسنه؟ اسمعي انا امي بتقول لي انه تنكات الزيت لما بتيجي يعني اصحابك هيك لما بصير عندهم مواسم زيت الزيتون، في ناس بتقعد عندهم التنكه بتقعد انا يمكن بستهلك شيء 3 تنكات بثلاث اشهر اربع اشهر. تخيلي انا ما بطبخ غير بزيت الزيتون. متخيله لانه يعني فبدي قالوا لي بدك مزرعه. عن جد احنا كميه اللي صرنا مستخدمينها هون بدها تكون. اسمعي دانا كثير قليل بستخدم الزيت النباتي. الزيت القليل العادي كله يعني ما بحبه. اوكي يعني بس انه
خلص زيت زيتون. زيت زيتون احنا على زيت الزيتون. مع زيت الزيتون. طيب وفي عندنا كمان سارة عم بتقول يعطيك العافية شيف، أنا كتير بحب إني أجيب كل الأشياء جاهزة لما بيجيني ناس وما بغلب حالي وما بعمل ولا إشي بالبيت. معك حق، في كتير ناس هيك والله. تريح حالها. في ناس بحبوا يريحوا حالهم. لا بس إحنا حلقة يوم الأحد نعطيهم أفكار سهلة وسريعة يقدروا. أسهل إشي يعني هو شوفي بعمان كتير سهل إنك تلاقي كل إشي. بيجيكي على البيت بتريحي حالك، التليفون كل شيء يعني كل شيء بوصلك لباب البيت. مش زي بلاد برا بدون ما تغلبي حالك. لا مزبوط. اوكي خلص خلصنا السلطه، بنزيد عليها بعدين على هواء هذا. اوكي المجدره راح اطفي عليها اشيلها. وطبعا احنا كمان اليوم زي ما قلنا وصفاتنا كلياتها نباتيه، بس اذا انتم من محبين البروتينات الحيوانيه بنرجع اكيد نذكركم بدجاج العز، بتقدروا تروحوا لاقرب فرع لهم او بتقدروا تطلبوا عن طريق الابلكيشن تبعهم بيوصلكم لباب البيت. العز صار عندهم اكثر من 145 فرع حوالين المملكه، كل شيء بخص الدجاج بتلاقوه موجود عندهم، سواء كان الدجاج الكامله او اذا بدكم الدجاج يعني قطع معينه، بدكم الدوره لحال، بدكم الفخاذ لحال، والدجاج الكامله كمان المسحبه من العظم للحشي كمان فكرتها كثير حلوه، اذا انتم حابين انكم عملوها بتلاقوها موجوده عند العز. خليني احطها بصحن. هذا اللي بدنا نسكب فيه السلطه. صحن مرتب. ممتاز. بدك نحط صحن ثاني؟ بنحط هلا بنلاقي لها بالفاصل، بنلاقي لها صحن بنحطها بالفاصل، وبعد الفاصل بنرجع لنكمل معاكم وصفتنا الثالثه برضه بالعدس، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا، بنرحب اكيد بكل الاشخاص اللي انضموا لنا، وبدنا نحكي لكم اليوم كل وصفاتنا بالعدس، فخليكم متابعينا لحتى تشوفوا كيف رح تطلع سفرتنا بالنتيجه النهائيه. المجدره ممتازه، طعمتها بتشهي، ذقناها كلياتنا خلال الفاصل، كثير زاكيه، رح نعرض لكم اياها بنهايه الحلقه، ومن بعدها انتقلنا لوصفه السلطه الفلاحيه وخلصناها، وهلا بدنا ننتقل للوصفه الثالثه اللي هي سلطه العدس، إلها مكونات ومقادير؟ إلها حطيناها. يلا خلينا ناخذ المقادير ونرجع لنطبقها معاكم. يلا. لسلطة العدس رح نحتاج لعدس أسود مسلوق، حلوم من المراعي، بصل أخضر، فلفل أحمر، بقدونس، زيت زيتون، دبس رمان، ليمون، ثماء وملح وفلفل. شفنا المكونات والمقادير، يعني من جديد عم نشوف انه السلطات بطلت سلطه انه عاديه، لا صارت السلطات هي وجبات رئيسيه، يعني احنا زي هيك اليوم السلطه داخل فيها العدس، داخل فيها الجبنه، عادي بتتغديها وجبه. بالضبط، فهي بدل وجبه، فانتم ممكن انكم انتم تعملوها بدل وجبه الغداء او ممكن بدل وجبه العشاء، لانه الواحد كمان مع هاي الشوب، يعني الواحد هلا جايين بتعرف انه بكره وبعده في كمان ارتفاع اكثر. هيك عم بقولوا، مع انه كان لو تشوفي قبل يومين الطقس برا لما بتقعدي برا فظيع بالليل، كثير حلو انه بس ما في احلى من طقسنا. في شوبه جايتنا هدول اليومين، فالواحد بيكون مش طايق انه يوقف بالمطبخ، ما بدنا نولع الفرن والغاز ونزيد الشوب بالبيت والضغط بالبيت، فالواحد بيكون جعباله ياكل شيء سريع وشيء بارد، فهاي السلطه كثير مناسبه لهي الاجواء. بكره ممكن انكم انتم تعملوها وتتغدوها او تتعشوها، فكرتها كثير سهله. خلينا نشوف بس كيف بدنا نطبقها، لان المكونات على الاغلب موجوده عندكم بالبيت. لساتنا من قص بندوره لسه، خلص هينا خلينا، المهم انك انت اليوم هيك تفرغي كل طاقتك بالبندوره. ما تتفرغ بحدا، بشغلك بالبندوره. ما تتفرغ بحدا. طيب عندنا العدس المسلوق، سلقته هذا كمان. اوكي مع البندوره. هلا انا جايبه اليوم حلوم، عاده بحب الفتا تشيز. اوكي بصل احمر لانه هو طيب مع السلطه. هلا بنزيد البندوره عليها دانا. اوكي بدك تحطي لنا كمان فلفل. رح احط فلفل احمر حلو. لانه هيك الفلفل الملون كثير بيعطي نكهه، منظر حلو كمان. صح. الحلوم هلا، برشه الليمون. أيوه. نخلص هاي. وبعدين حاطه بقدونس عليهم. اوكي والتتبيله. ممتاز. انا رح اطفي على المجدره. خلاص خلص، بما انه خلصناها خليها هيك زاكي تشعط بالاخر هيك من بس ما بعرف الحراره خليها. صح لا خلص هيك هيك زي ما هي هلا. أوكي. بتاخذ الحراره، الفويل بياخذ. اوكي فهيك صار في عندنا هون بالجاط تبعنا العدس المسلوق، البندوره الكرزيه، البقدونس، الفلفل الحلو والبصل.
هلا انا بدي اعمل التتبيله على جنب، بحب دائما اعملها على جنب عشان تخلطها بالاخر، عشان تخلطيها ومش تحطي كل شيء لحاله عشان ياخذ طعمته مزبوط. ممتاز. ايوه زيت الزيتون. هاتي بعد لك هاي عشان نشوفه بالضبط. اوكي زيت الزيتون. وبرضه هذا العدس مسلوق كمان مع الكمون صح؟ مع الكمون طبعا. أوكي. بس مو كثير. اوكي يعني مو لدرجه بس المهم انه مسلوق. اوكي في عندنا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك بيقولوا لك قد ايه تركتي العدس ينسلق مده؟ يعني مش اكثر من نص ساعه. اوكي لانه بتحسيه خلص لما بتفشي الحبه بتحسي انه خلص بتبين. ممتاز. سماق. اوكي على هوا طبعا، فيكم تحطوا سماق فيكم ما تحطوا. فلفل. حلو. ملح. ممتاز. اهم شيء هلا دبس الرمان اللي هو اهم نقطه فيه، بيعطي طعمه بتحسيه كثير بيختلف الطعمه. قلتي لي ما نحط تومه ولا نحط تومه على هاي؟ يعني هاي بدها شويه تومه. بدها شويه تومه حطي دانا. يلا هلا بعدين بنحط لهم كمان زي ما قلتي الجبنه. بزبط انكم انتم تحطوا جبنه الفته او بتقدروا كمان تستخدموا اكيد جبنه الحلو اللي بدكم اياه طبعا. اوكي انت قلتي بدك تحطي تومه مش تحطي زيت؟ لا هلا استني كله راح احطه مع بعضه تمام نشوف وين اللي بتهرس الزيت. بتهرس التومة. لا بتعرفي راح اعملها بالمبرشه. اوكي جديده هاي صرت اشوف الناس بيعملوها بهالمبرشه. هاتي نشوف كيف بتطلع. والله مش بطال كله. لا هي طلع نزل. خلاص انت هذا المهم. هي للنكهه فالتوم يعني طعمتها قويه فما بيحتاج الواحد انه يحط كميات كثير كبيره. فيا اما بتعملوها بتبعت التوم او بتقدروا تعملوها هيك برش تهرس بالطريقه برش. ايوه ممتاز خلاص هيك منيح. يلا يعني صار عندنا هون زيت زيتون، صار عندنا ملح فلفل وشويه سماق دبس رمان وتومه. رح احط البرشه لانه طيب البرشه. اوكي صرنا اي شيء هيك بنلاقيه. انا ما كنت ابرش بس هلا صرت ادوقه. اللبنانيه كثير بحبوا برش الليمون. هم بكفي عندهم القهوه البيضاء مع برش الليمون. قهوة بيضة ما ادري. الوايت كوفي. بس ما زهر يعني. ما زهر بس مش معي بحطوا معاها. والله بحطوا معاها. بحطوا معها برش ليمون او بحطوا مرات هيك بقسموا شقفة من البرش. من القشرة. طبعا بتغليها. بالضبط. هاي لما الواحد بده يهضم. ايوه هي هاي. هيك. اوكي. ممتاز. بس هلا ما راح اخلطها، راح اكمل البندورة بسرعة بعدين عشان نطبق. جبنا الصحن عشان نحط السلطة الفلاحية. جبنا الصحن عشان نحط سلطه فلاحيه. احط لك اياها؟ بدك تساعديني؟ طبعا احسنك يا دانا. هي هذا بنحط فيه السلطه الفلاحيه لانه هاي ما رح توسع هون. لا هلا بدنا نلاقي لها صحن. هلا بدنا نلاقي لها صحن حلو مطقطق كبير. هلا بنلاقي لها صحن عشان نحط لهم اياها. يلا خلينا نحط هاي الصحن. والله انك معدله. كيف والله. نزلها بهاي مش مشكله عشان ما بدي املك ال ها. السلطة الفلاحية طبعا هي البصل الأخضر والبندورة الكرزية وبعدين حطينا عليها الصوص. دانا عمرك ساعدتي أنت؟ على التلفزيون؟ لا أول مرة بتساعدي معي. لا بساعد. أحسنك. لا ما بساعد. والله إنك فظيعة. أيوة صرنا نزيد على هاي. ما هو عشان حسيتهم هلا مناح فيهم البركة هلا بنزيد عليهم. أوكي بس أنا حاسة لازم نحطها بصحن يبين أكثر. بدك صحن مفلطح؟ هي عندنا صح مفروض صحن مفلطح. هلا بنخليها مجبول لنا خلال الفاصل. طيب بس ايش حطينا هون احنا الصوص؟ سوري نسيت. ملح وفلفل وليمون وزيت وسماق. اوكي الحر خليناه على جنب عشان بس الشبيبه اللي بدهم. بتعرفي راح احط عليه ليمون وزيت. بتخفف. لا وبتخفف عليه الحرحره. اوكي هلا هيك راح اعمل. ممتاز ممتاز عشان يلا بدي ارجع على صفحاتنا على الفيسبوك واقرا من التعليقات اللي عم توصلنا وبدي اشوف اذا في ببالكم اي وصفات حابين نحضر لكم اياها بالحلقات الجاي. كمان نحن جاهزين. في عنا بان عم بتقول يعطيك العافيه شيف، انا كثير بحب اعمل الكوكيز اللي بالمقلايه لما يجيني ضيوف فجاه، كثير سهله وما بتاخذ وقت ومناسبه لهي الاجواء مع البوظه. كوكيز بالمقلاي؟ اللي هيك الفخاره قصدك؟ ايوه الفخارات هذول هاي اهم شيء. يا سلام هيها. ايوه ليمون وزيت وهي هلا انت قلتي بدك نلاقي لها شيء بنلاقي لها شيء ثاني مفلطح هيك عشان نحطها. هاتي دانا ازيد عليها ما دام بدنا نغير الصحن. يلا زيدي لنا عليها بندوره وانا عصير. اقرر عبي عبي
اقرأ من التعليقات اللي عم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك، هل انتم من الاشخاص الصباحيه ولا مش من الاشخاص الصباحيه؟ واذا اجاكم ضيوف هيك بعد الظهر المسويات، ايش بتحبوا تضيفوهم؟ بتحبوا تعملوا لهم حلويات ولا بتحبوا تعملوا لهم سفره ولا بتحبوا بس تعملوا لهم هيك فنجان قهوه سواء كانت بارده او فنجان قهوه عاديه، انه تقدموا لهم اياها هيك مع قطعه بسكوته واموركم بتكون تمام. تحسي انه انت من النوع الناس اللي ممكن انك تضيفي خلص بس فنجان قهوه ما تعملي ولا شيء جنبه؟ مستحيل مستحيل مستحيل. امبارح صحباتي اجوا الصبح انه بس بدنا نشرب قهوه، قلت لهم لا عيب، شو قهوه؟ شو بس قهوه؟ بسكوت وشوكليتس ومش عارفه ايش وفواكه وهيك، ما لا لا مستحيل الا ما بس اي شيء بيطلع معاكي اخر دقيقه. شوفي الناس لما بتيجي عندك اللي بتكون مريحه اي شيء بيطلع معك، بدكم سندويشه، بدكم شيء، بدكم صحن فواكه، سلطه بنعمل على الحارك، اي شيء. بس لا فنجان القهوه هاي ما عم بحكي، لا لا ما بزبط لحاله، مستحيل بستحي. هذول بحس لانهم صغار ايش تحطيهم دايركت خلص، هذول حاطهم بالسلطه اللي هون. هو اخذ وقت كثير قص البندوره بس هيك مريح اليوم، تخيلي حلقه كامله وانت بس بتقصي بندوره وبصل. لا بس يعني شوفي الحلقه طلعت معنا ثلاث وصفات بركه. لا هاي السلطه الفلاحيه، هدول هون هي هون خلص هيا. طبعا اكيد بما انه احنا قاعدين عم ندور على الصحون ايش بدنا نحط، السلطه ايش بدنا نحط، الطناجر، الصحون التقديم، الكفاكير، كلياتهم اللي انتم عم بتشوفوهم عندنا بالمطبخ مقدمين لهم اياهم اكيد دريم هوم. دريم هوم عنده كل شيء بخص البيت ومستلزمات البيت ومستلزمات المطبخ بالاخص، تقدروا انكم تروحوا عندهم وتجيبوا كل شيء من عندهم، دائما عندهم افكار جديده. وانا من اول ما انت دخلتي وانت بتقولي بدك تروحي على دريم هوم ولهلا ما رحت على دريم هوم. ولازم اروح على دريم هوم. لازم تروحي وتجيبي لنا هيك اشياء ولمساتك انه اشياء هيك لازم. جديده بدي اسحب مروه وبدنا نروح ضروري كثير لانه هيك نحلي شكل المطبخ كمان فوق ما هو حلو. لا لانه نازلين تشكيله جديده عن جد كثير حلوه فلازم تجيبوا لنا منها. لا لازم هلا كله خلص. هلا بترتبي انت ومروه امتى ممكن انكم تروحوا عشان ان تكتك الامور. طيب احنا رح نطلع لاخر فاصل ومن بعد الفاصل بنرجع لحتى نسكب لكم كل الوصفات تبعتنا ونستعرض لكم سفرتنا بالنتيجه النهائيه، فخليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لحتى نستعرض لكم سفرتنا بالنتيجه النهائيه، وزي ما شفتوا وللاشخاص اللي ما شافوا احنا اليوم كل وصفاتنا كانت بالعدس، تقدروا ترجعوا تحضروا الحلقه من بدايتها على صفحتنا على الفيسبوك لحتى تشوفوا الوصفات كيف حضرناهم خطوه بخطوه. وهلا اجت اللمسات الاخيره ووقت اللمسات الاخيره لحتى نستعرض السفره بالنتيجه النهائيه. يلا شو بدنا نعمل؟ صحتين وعافيه. والله انه طيب العسل. المراعي ما في بعده، عسل المراعي وجبنة المراعي وزبدة كل المراعي على فكرة كل شيء عندهم شي، حتى اللبن بعد. اليوناني تبعهم بشهي. اسمعي بعدين الشنينة زبدة هو الشنينة والشنينة مع النعنع، مع النعنع بتشهي عن جد، فكل منتجات المراعي وين ما بتروحوا بتلاقوها موجودين. يلا قولي لنا هلا بدنا نخلط السلطة. نشوف إذا حسينا بدها إشي، أنا دائما بحط زيادة بالصحن عشان ما ما نخلي ولا قطره. اللي هي هاي سلطه العدس والصوص تبعها كان عباره عن زيت زيتون، ليمون، سماء، ملح، فلفل ودبس رمان. يا سلام شكلها. هات يلا نشوف بركي يعني بدها شيء. انت رح تاكلي منها دانا؟ يعني لا انت ذوقي لنا اياها بس نحطها هون بكفي. لا صغيره صح؟ لا صغيره صغيره، بدنا نبحبحها اكثر. يلا نلاقي لها صحن اكبر شوي. انا لحدوها هلا. يلا ذوقي وطمنيني. هاي معلقه جنبك. لا ما بدي بالمعلقه، انا ما بعرف اكل بالمعلقه. هاتي لازم شوكه. هذا بكفي فكرك؟ انا حسيتها كميتها كبيره. اشوف دانا لا كثير مفلطح. لا طيب هاتي هلا بنلاقي. استني بس البصل، انا هلا البصل تبع المجدره سخنته شوي. اوكي انا حطيت عليه لما قصيته حطيت عليه طحين وحطيت عليه نشا ذره عشان هيك يطلع مقرمش. حبيت فكره حلوه صراحه. بدها شيء؟ حاسه بدها شيء زياده. ايش عارفه؟ خايفه اقول شو حاسه. خايفه احكيكم انا بدها زيت. خايفه اقولكم احنا لازم خلص هيك باخر بارت نقيم من جنب هالزيت عشان رجعوا لي الليمون ولا
بدك تزيديها شويه ليمون ودبس رمان هلا وملح كمان. بقول لك لانه العدس بيشرب بيشرب طب هاتي نزيد عليها بعدين هلا، خليني احط المبدره. يلا طيب البصل كمان مره قطعتيه شرايح هيك ارفع، بعدين حطيتي عليه طحين. حطيت عليه طحين ونشا الذره. اوكي بدون ملح؟ لا بدون ملح. بدون ملح اوكي. وقلتي قلنا قلي عميق زيت كثير. قلي عميق شوفي لانه عشان هيك مقرمش، قبل كنت ما احط شيء يطلع دبلان. صح عرفتي؟ اوكي. وزي ما شفتوا هلا احنا كنا مجهزينه من قبل، وعشان نسخنه ونرجع نقدمه يكون جاهز معنا نقدر نرجع نحط عليه شويه زيت، نرجع نسخنه تسخين على الغاز ونرجع بنحطه على سفرتنا. يلا هاتي خلينا نسكب المجدره. نقطع هذا تفضلي. عيني عيني هاتي دانا هون هاي المجدره والسلطه. والله المجدرة هذا صغير للمجدرة. لا هلا بنخليه وبعدين بس تفضى بنرجع بنعبي. ممتاز عشان يا سلام كل التعليقات عم بيقولوا لك يعطيك العافية شيف ابدعتي، الكل بحب المجدرة، انا لما ما اعرف شو اطبخ بطبخ مجدرة. يعني ما احسن للمشاهدين على فكرة انه كلهم بيتفرجوا وبيتابعوا وكله بيحب يتعلم واحنا بنتعلم معاهم. لا واحنا بنحب كمان تفاعلهم معنا طبعاً. يشاركوا معنا يحكوا لنا اذا في وصفات بدهم اياها، اذا طريقتهم نفس طريقتنا اللي احنا بنعملها كمان. يعني اكيد في كثير ناس بحبوا يعملوها بالبرغل، بس احنا حكينا اليوم احنا عملناها بالرز لحتى هيك نعطيكم هي وصفه المجدرة الاصليه من دون اي تغييرات. على فكره بتطعمي عشيره المجدرة عن جد، طلع لسه في دبل الكميه. حط عليها البصل خليها يعني. وهلا انا حطيت لبن على جنب وحطيت الفلفل الحار عشان الشبيبه ما بدهم ياكلوا الفلفل الحار، والسلطه الفلاحيه. طب هلا ايش قررتي وين بدك تحطي لهم السلطه؟ انت نقي خلص دانا، نقي انت اللي بدك اياه. يعني صراحه هو هذا اللي هلا في الوقت الحالي موجود. خلص مستعمل هذا خلص. احط كل البصل؟ لا خليهم للباقي، خليهم للباقي عشان خليهم. صح في كمية كثير كبيرة. طيب هيك القلق نظرة هيك سريعة على الصحون هون، إذا بدك تغيري أي صحن ثاني في شيء ثاني ببالك؟ لا خلص دانا خلص اللي عندك هاتي. ممتاز يلا هاي ممتازة تفضلي. يا عيني نسكب. والله هي ريحتها هيك مفحفحة المجدرة والسلطة على فكرة. هاتي رح أجيب معلقة أكبر. واحنا حكينا كمان انكم بتقدروا تحطوا بالسلطه جبنه الحلوم او بتقدروا تحطوا جبنه الفته، انتوا يعني طبعا هذا شيء بيرجع لكم. بالنسبه للخضار اذا في اي شيء من الخضروات اللي احنا حاطينها مش موجوده عندكم بالبيت برضه كمان بتقدروا انكم تستغنوا عنها تعملوها بالخضروات اللي موجوده. واي شيء بدكم اياه نعنع يعني كله بزبط. اي شيء سبانخ جرجير كله دانا. لا انا بقول دائما بالسلطات ما في صح وغلط، لا اللي موجود عندك بتقدر انكم اي شيء بتعملي فيه سلطه. حتى في من جديد كمان انت اليوم حطيتي العدس بالسلطه، من جديد عم بيعملوا سلطه الفريكه. كثير مهمه سلطه الفريكه. بس شوفي العدس طيب بروتين يعني غير عن الفريكه صراحه. وهيك كمان ما بعرف هيك انا بحبه كثير. لا وطالع شكله حلو مع السلطه مع الوان السلطه. يا عيني سلم ايديكي على هالوصفات. بدنا اياكي هلا تذكرينا شو حضرتي لنا اليوم بالحلقه. اليوم عملنا مجدره وعملنا سلطه فلاحيه وعملنا سلطه عدس بارده لبن جنبها طبعا المجدره. في ناس بيعملوها مع لبن وخيار بس لانه عاملين السلطه الفلاحيه قلنا نحط لبن، وبعدين حاطه فلفل على جنب، حطيت زيت وليمون عشان يخفف حدية الحار. سلم ايديك على هالوصفات. واكيد بدنا نشكر كل الاشخاص اللي ضلوا متابعينا خلال الحلقه، واحنا بنلاقيكم بحلقه جديده يوم الاحد. تضلوا بالف خير، الى اللقاء.